بار مكملين اكيد بفقراتنا بصباحنا غير لفقره كثير مهمه اليوم رشا كثير ضروريه كثير ضروريه اكيد اليوم لما بنحكي عن العلاقات غير سويه بما فيها العلاقات المسمومه العلاقات السامه قد ايه بتاخذ منا طاقه وبتسحب منا كالوري كل شيء تاخذ احلامك تاخذ بكره معها كمان يعني في يمكن رشا بتحسي اوقات اشخاص نحن مجبورين كثير انه نتعامل معهم كيف ما كانوا حتى اذا كانوا يصنفوا من ضمن العلاقات السامه وفي اشخاص نحن بمعزل عنهم وقادرين ننسحب او نسحبهم من حياتنا ونتراجع بهي العلاقات اكيد فرح ولكن احيانا هدول الناس بتلاقيهم محاوطينك يعني هلا دائما بتحسين انهم ضحايا يعني انا بقول لهم كوزيت يعني في كثير اشخاص هيك بتحسين انه دائما هم المظلومين دائما ما عندهم امل ببكره تكوني جاي انت عندك هاي الايجابيه بحياتك بيسحبوها في هاي النظره السوداويه كثير صعبه انك تعيشي مع هدول الاشخاص اليوم رح ندور لهي النقطه خلينا نقول نكون رشا شوي واقعيين اليوم الظروف صعبه على الكل وضغوط اجتماعيه وضغوط ماديه وضغوط نفسيه بمختلف انواعها لكن للاسف بتختلف الاشخاص من شخص متفائل قادر يستفيد يمكن من كل كلمه حلوه لحتى يبدا صباحه وفي اشخاص هن بطبعهم سلبيين خلينا نقول رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف فينا نحمي حالنا ونعمل تحصين لذاتنا اليوم حتى نحمي حالنا من خلينا نقول شوائب هي العلاقات كل هذا الموضوع رح نحكي عنه مع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي دكتورة بالتنمية المجتمعية وعلوم الإرشاد سعدي صباحك دكتورة سعدي صباحك صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك لليوم خلينا هيك بداية نحكي عن الشخصيات السلبية بحياتنا يعني مواصفاتها مين انهم هدول الأشخاص بيكونوا بحياتنا هلا نحن اذا بدنا نحكي في اكيد البحث كثير طويل انما حنحاول نوجز بعده شخصيات هي الاكثر تكرارا بضمن حياتنا هلا فينا نقول اذا نحن بدنا نصنفها تحت تسميه المؤذيه نفسيا كرمال نحن نكون متفقين على المصطلح في عندنا شخصيات المحبطين يلي بلشت الضحك المحبطين الكتار اللي موجودين بواقعنا عنا يلي بيخلونا نحن شماعة الأخطاء وكل شيء بزتوا علينا أي نوعية تانية في عنا الأشخاص الحقودين الشخص الحاقد هو شخص جدا مؤذي نفسيا الشخص اللوام اللي عطول انا بدي لومك على اي شيء وانت بتكوني عن جد معناك عامله شيء تماما ما انت سمعاني بالقصة تماما او ممكن تكوني غلطانه بس اكيد في اساليب مش هلا بنستثنيها نحن كيف نحن نحكي معه للشخص اما كلوام كحاقد ك خلي وصل شعور لعندك دائما انه انت انسان دون نفع نعم. انه كل شيء عم تعمليه غلط انه دائما امحي لك انا هي الرسمه اللي انت رسمتيها بكثير من الايجابيه مثل ما حكيتوا ووصلك لاسفل الدرجات اللي هي بتخليك تشعري بشيء سلبي جدا ومؤذي جدا وكانه عندك الجرح داخلي عم ينزف وما عم بيترمم هدول اغلب الشخصيات اللي مروا بحياتنا واخطرهم هي الشخصيه اللوامه اللي هي دائما بتلومنا على الاشياء اللي عم تمر بحياتنا على ليش نحن عملنا هيك على ليش نحن سوينا هيك لانه طاقتهم السلبيه بتكون كثير كبيره واحيانا ممكن نحن نتعب يعني احنا قد ما كنا عم نحاول نتاقلم مع هي الحياه في اشخاص فينا نفصلهم عن حياتنا وفينا نقطع علاقتنا فيهم وفينا نستغني عنهم وفي اشخاص ما فينا دكتورة يعني خلينا نكون شوي واقعيين اليوم في كثير نماذج من الأزواج إذا بدنا نقول هن فعلا لوامين ممكن مشكلة صغيرة مع الأطفال ومنشوفها هي منتشرة كثير كبير بشكل كثير كبير منشوف الأب ببلش أول فعل يعمله مو يعالج المشكلة بيتجه لزوجته إنه مثلا هي تربيتك إنه هالتقصيرك هاد كل هي التفاصيل اليوم عم نشوفها الزوجة للأسف ما فيها تنسحب من هي العلاقة السامة بسهولة ممكن مراحل كثيرة تمر فيها وصبر كثير كبير لكن هاد حالة اللوم المتكرر كيف فيها الزوج اليوم أو الامرأة اليوم تحمي حالها وتحسن حالها من هي العلاقة السامة مثل ما قلنا ما قادرين ننسحب بسهولة تمام هلا أول شيء لازم تعرفه إنه هذا الشخص المؤذي نفسيا بغض النظر هو زوج أو أب أو مين ما كان أو صديقة حتى هن عم بيشوفوا الواقع من عندهم غير النظرة اللي هي موجودة يعني مثلا خلينا ناخذ مثال فوري مثلا انا وانت الصورة اللي مثلا حضرتك عم تشوفيها ايجابية كتير وانت رغم كل هذا الوضع هلا ورغم كل المشاكل انت عم تحاولي تتأقلمي وعم تكوني مرنة وتلاقي حلول ولو هي جزئية لحتى ما عم اقول انا كاملة اكيد لانه اكيد الواقع هو صعب ما هو سهل انما
انا عم بجي شوه هي الصوره، وانا من كل شغله عندك فيها امل عم بخلق لك مشكله. لا ما فيكي، لا ما فيكي تساوي هيك، لا انت رح تتضايقي، لا، وحط لك بقى المعوقات اللي موجوده. نفس قصه الزوج والزوجه. فانا اذا بدي اوقف عند كل تفصيل اكيد حتكون حياه مستحيله. تمام. انما في ناس اخذوا قرار وهن وادى لمرحله الانفصال او لمرحله الطلاق. هذا الشان خاص فيهم، بيجي بعد مراحل بمر فيها الانسان، يلي هي اول شيء انه انا وصلت لهي المشكله وانا كثير تعبت، فانا اكيد حكون بمرحله انهيار كثير كبيره. هون الاشخاص شو بيعملوا؟ معظمهم طبعا بيحاولوا انه يطلعوا من الحاله بسرعه، انه انا منيحه، لا انا قلبت فورا ولكني اموري تمام ولكني ما فيني شيء. هون الخطا، انه انا لازم استغرق شوي بحالتي واخذ وقتي. نعم. بهذا الحزن تبعي وهذا المضايقه ولو كان سوء تفاهم كبت تماما لحتى طلع اللي عندي لانتقل لمرحله ثانيه. انا لانه اول شيء انا عم انكر، ما بدي، لا مستحيل، اكيد ما قصده هيك زوجي، او اكيد ما قصده هيك رفيقتي، او اكيد ما قصده هيك اخي، الى اخره من الشخصيات. بعدها بلش بقى بالانهيار، وهي المرحله اذا نحن عرفنا نشتغل فيها صح فنحن بننجو بسرعه بالمراحل اللي يعني بعدها. خليني بس علق تعليق صغير. اليوم كثره تسامح الشخص سواء زوجه لزوجها لشريك حياتها او امراه لصديقه او لاهل، اليوم عم بتطمع الطرف المقابل فيها بشكل كثير كبير، تتكرر الاخطاء بشكل كثير كبير. لانه مفهوم التسامح عنا غلط. هو التسامح بعد اخذ الحق مو قبله. تمام. بس ممكن نحن حبيت نكون حبيت الفكره خلينا فكرمال هيك حتمر بمرحله الانكار، حتجي بمرحله الانهيار، بعدها حتبلش تختار انه انا شو بدي، انا وين. شوي بلش هون المرحله بتكون شوي منطقيه لحتى توصل لهذا الاستقرار اللي ممكن بس توصل له كاستقرار نفسي كتوازن نفسي يرد يرجع الشخص ينكوش يرد هاي الاشياء اللي هي تزعجها او تضايقها. بالطبع غلب التطبع. لا انا ماني معه، بس بالعموم هالمراحل هي كلياتها بدي اخذ حقي فيها. لانه بالاساس في عنا كثير دراسات نفسيه، ومن المعالجه النفسيه روز كوبلر روز قالت انه نحن باي صدمه بحياتنا، باي قصص، باي مشاكل بنمر فيها، بنمر بمراحل يلي هي انه نحن منا مثل ما قلت اللي هي الانكار، ومنا الغضب، ومنا المساومه، ومنا لوصل بقى لانا لقرار سوي ممكن ادخل بمرحله اكتئاب، اللي هي ما معناتها الاكتئاب حرفيا، هي معناتها انه انا متضايقه وعم عاني من افكار جدا سلبيه، لحتى وصل لمرحله اني انا يصير عندي قبول للوضع اللي انا فيه. هلا لما بوصل انا للقبول معناها انا تعلمت مهارات كثير من خلال هي المراحل اللي انا فيها، بصير عندي الضبط الانفعالي غير، صبري مختلف، طريقة تعاطيني مع الناس مختلف. فحتشوفيني بالأماكن اللي مثلا فيها كتير علاقات اجتماعية، أنا حدا ما لون مفعل جدا بسرعة، أنا حدا بيتروق قبل ما يحكي الكلمة، بيحسب الكلمة، كلها هي من خلال خبرات الحياة ومهاراتها أنا اكتسبت أشياء فادتني. فأكيد إذا في ناس ما فينا نستغني عنهم بدنا نحاول نتعامل قدر الإمكان، إذا هذا قرارنا، لأنه نحن ما رح نغير، يعني نحن ما رح نقول للشخص تركي زوجك أو لا بقى تحكي مع أختك، لأنه ما له منطقي أساسا لا أخلاقيا ولا دينيا، في خط أحمر نحن ما فينا نقرب عليه. بس حلو انه نحن نكون مرنين ونتعلم من هي التجارب، اذا تعلمنا فشي كتير حلو، اذا ما عم نتعلم فنحن رح نضل بعلاقة سيئة. فيها مرة تانية خلي له على الثانية تكون اخف من الاولى. طيب دكتورة، هدول الناس نحن مثل ما قلنا موجودين بحياتنا، اليوم نحن ما لنا قادرين نقطع هدول العلاقات، بس نحن قادرين اليوم نحصن انفسنا، نقدر نحط حدود بعلاقاتنا الاجتماعية او حتى العائلية ضمن البيت الواحد. تمام. خلينا هيك شوية خطوات من حضرتك يعني. تمام. نقدر نحصن هاي الإيجابية الصغيرة اللي ظلت بحياتنا يعني. تمام. حلو كتير نقطة إنه نحنا نجي لما منوصل لهالمرحلة إنه أنا مثلاً ما قادرة أستغني عن كتير أشخاص، بلش حط أفكاري وحط مشاعري قدامي كشخص حيادي، إنه أنا كياسمين شو بدي من هاي العلاقة وهي شو بدها مني، سواء كانت قريبة أو بعيدة. فأنا هون بصير في عندي جدول لبلشي جداول اللي بيلقل الجدول السلبيات وجدول الإيجابيات اللي أنا ممكن أكسبها من هاي العلاقة. فكل الأشياء السلبية أنا بصير بدي أتفادى أي نقاش أو أي حوار ممكن يسبب مشكلة مع الطرف الآخر لدرجة معينة فيني خفف هي العلاقات، ما ضروري تكون على احتكاك كتير مباشر. أما إذا علاقة غير قريبة
فمعليه اني اقطع العلاقه تمام. اقطعها وما اتراجع. بس في نقطه هون كثير مهمه لازم نعرفها، انه انا اكيد الشخص اللي بيواجه شخص كثير قوي وكثير عنده مهارات اجتماعيه عاليه واكيد بيكون دبلوماسي يلي هو قادر يتخطى المشكله، انا وياك قاعدين عم نتحاور او انا وزميلتك قدرانين انه نحكي بكل مشاكلنا، بس كمان حلو فكر انه انا اذا بدي انسحب من هي العلاقه، الانسحاب مثله مثل المواجهه، ممكن انسحب بطريقه كثير حلوه ما تساوي هذا الاصطدام بيناتنا. فمثل ما انه المواجهه مهاره، كمان الانسحاب مهاره جدا قويه. فانا ممكن اقطع علاقتي بهدول الغرباء اللي هن عم يزعجوني، او باختياري اذا انا قادره اخليهم ضمن حياتي وما اتاثر، لانه في ناس خطت مراحل كثير وصلت انه انا هلا اذا بضلي بتزعجيني من هلا مثلا لبكره انا ما عم بتاثر، بعرف حالي. ضروري نوصل لمرحلة يكون الرضا عن حالنا واستحقاقنا عالي لذواتنا، بس نوصل لها كتير يعني، ممكن لأنه بشر نحنا في شغلات بسيطة بتأثر فينا طبعا. بس بقية الأشياء ما بقى تأثر. مثل دائما بيقولوا بعلم النفس أنه مفروض نحنا نختار المعركة الصح، مو دائما تروح الطاقات على الشغلات الخفيفة يعني. ايه عن جد ما نروحها، فبدنا نكون صبورين لأنه ما لها قصة سهلة. بدنا نكون صبورين، نحدد سلبياتنا وإيجابياتنا للموضوع، أنه نحن كيف شايفينا، لحتى نشوف هاي العلاقة خرج قطع فوري ولا لا. هي ما من الأشخاص اللي لازم تنقطع، فأنا بدي يكون شوي مرنة ووصل للنقاط فقط المشتركة بيني وبين الطرف الآخر. أما إذا الشخص هو بده ياخذ هذا القرار فهو حر، نحن لا فينا نقيم ولا فينا نقول له خذ، يعني يطلب استشارة يطلب مساعدة، لأنه لما بيوصل لهي المرحلة أغلب الناس بتعلق بالمرحلة الأولى اللي هي الانهيار. يعني أنا ما عم بعرف أطلع من المرحلة، فإذا ما كان في مرشد اجتماعي أو متعاون أو مستشار أو دكتور، يعني لا للناس اللي بيطلعوا، أو داعمين بيحبونا، ممكن حدا من العائلة داعمين بيحبونا لنقدر نطلع لهالمرحلة الثانية. بس مشكلة الشخص المؤذي نفسياً إنه هو بيستهلكنا، بيوصلنا للاستنزاف، بخلينا نشعر إنه نحن غير راضيين عن حالنا، إنه معقولة عنا كل هدول الأشياء اللي نحن مو شايفينها، إنه بيدخل من ناحية خطرة تانية ما كتير بتنذكر. إنه مثلاً لنفرض، خلينا ناخذ مثال اللقاء، حضرتك مثلا شفتيني انه مثلا اليوم كان اللقاء كثير سطحي وما حكينا فيه معلومات ابدا، كله مكرر ومستهلك تمام. فانت قلتي لي مثلا انه كثير كان اللقاء بجنن، كثير حلو، انه احنا قدمنا كثير معلومات غنيه. انت هون بتعرفي انه اللقاء غير جيد، ولكن هون ممكن تكوني من الاشخاص المؤذيه نفسيا، او انا قال لك انه اليوم التقديم كثير كان حلو، كثير حبيت الحوار. كمان انا ممكن اكون عم باذي نفسيا بحال اني انا عم بدعمك معنويا على شيء ما له حقيقي. طيب مو دائما انت بتقولوا ايضا مثل هي لازم ندعم، يعني ندعم بس بطريقه صح. يعني مثلا انا شايفتكم انه كثير طبيعيين ولقائكم ظريف، فانا حبيت انه انا بحب كون بجو طبيعي، ما احس انه في جو مصطنع كتي في كتصوير. هي نقطه كثير ايجابيه وصادقه بحكيها، بس ما فيني بالغ باشياء غير موجوده تماما. كرمال انا لاي مصلحه سواء كانت شخصيه ولا انا بدي اذي الطرف الاخر ايذاء نفسي، بس هو مدروس من ناحيه اني انا بدعمه بشيء سطحي او فارغ، فهو بيصدق حاله بيصير بيتبع برد هذا الاسلوب. طيب يعني دكتوره اليوم اذا بدنا نحكي من ناحيه ثانيه وشيء يمكن نادر انه يصير، هدول الاشخاص اللي معلش خلينا نوصفهم بشكل صح، اشخاص سامين بعيدين كل البعد يمكن عن الايجابيه، وبيحاولوا دائما يمكن اي جو يكونوا فيه يبثوا هذا النوع من الطاقه السلبيه. بعض الاشخاص ممكن اوقات تفيق على حالها نتيجه يمكن انتقادات ممكن تاخذها، اوقات شخص بيحبنا كثير ممكن ينصحنا انه نحن نبعد عن هي الشخصيه السلبيه او الشخصيه السامه، فبيحاول يعمل خطوات لحتى هو يعالج حاله سواء بمساعده طبيب او باشراف ذاتي على نفسه. حلو. شو بتحبي دكتوره توجهي له اليوم نصائح كخطوات اوليه لحتى يتعافى ويتشافى يمكن من هي الشخصيه؟ كثير حلو. اول شيء يكون في داعم بحياتنا ضروري، بدنا حدا روحيا من الأقارب أو الأصدقاء اللي هو مقرب لنا، وبدنا حدا مستشار نفسي أو مرشد اجتماعي أو إلى آخره غير الطبيب، لأنه أحيانا ممكن تكون مشكلتنا نفسية عصبية فبدنا الاثنين. فوجود هدول الداعمين اللي هن موجودين بإطار حياتنا بيسهل عملية انتقالنا من مرحلة الثانية، لأنه القبول بيكون موجود أساسا. فمنحاكي مشاعرنا وعواطفنا وأفكارنا أنه نحن شو بدنا من هذا الشخص، وهو ليش هيك عم يعمل، يا ترى نحن عن جد عنا أخطاء. أحياناً الشخص المؤذي بيكون محق
بالإيذاء، يعني الكلمات تبعه بتكون موجودة حقيقة بس نحن ما بنتقبلها، لأنه نحن بدنا أسلوب يوصل بطريق سلس، بطريق يحفزني أني أنا غير طبعاً. أما إذا بدك تحبطني وأشعر أني أنا كل شيء ساويته أنه لا مانو صح، فأكيد رح أتضايق ورح أنزعج، إلا إذا إنسان جداً واعي مثل ما قلت لكم وما بهمه هو عم يستمر ومكمل. ضروري أنه أنا أكون صبور، المرحلة هي مانا سهلة وأغلبنا مرينا فيها على اختلاف ظروفنا وصدماتنا يعني طبعاً. كتير من الصبر، جدولنا يكون موجود شو بدنا نحن منه لهذا الشخص وشو بده منا، إذا نحن بدنا نقطعه فما نتردد بالقطع بس ننسحب بطريقة جدا سلسة وكمان غير مؤذية له، حتى لو هو عم يأذي يكون في طريقة أخلاقية بالانسحاب أقل خسائر يعني. تمام، بأقل خسائر مثل المعركة اللي ذكرتي. تمام. وبنفس الوقت نعرف إنه هاي المراحل بتاخد حقها، يعني أكيد أنا بدي أدخل بمرحلة أخذ حقي فيها، ما أستعجل لنط على المرحلة الثانية، أكيد مو فترة زمنية قصيرة رح أكون كتير منيحة قد ما كان عندي مرونة نفسية، في شيء بده يجتاز وبده وقت، وكل ما كان في داعمين بحياتنا أكتر كل ما نحن اجتزنا بقوة أكبر طبعا. واللي ما عنده داعمين وما بحب يلجأ لداعمين يعرف أنه الداعم الأول هو رب العالمين. أحيانا عن جد نحن ما بحاجة أنه نحن نحكي مع حدا، قاعدة مع حالنا ومجرد دعاء مجرد استرخاء بيخلق لنا كثير شيء حلو بداخلنا. اكثر شيء هدول الاشخاص اللي فاقدين الثقه بالاشخاص اللي حواليهم يعني بلاقوا دائما اللجوء لرب العالمين. تمام. هو الاسلم شيء بحياتهم. اكيد اكيد. الله يبعدهم هيك بشكل عام. دكتوره بالمعارك رجاء خلينا خسائر. معارك وخسائر. أنا أكثر حدا إيجابي على فكرة. لا واضح إنه إيجابي، بس هذا ما بيعني إنه إحنا مرينا بظروف صعبة وجسناها يعني. طبعاً. يعني دكتورة يمكن بطول الحديث عن هذا الموضوع تمنينا إنه نحن نوصل كثير من التفاصيل بأسلوب شوي لطيف وبطرافة، لكن للأسف اليوم فعلاً هذول الأشخاص مثل ما قلنا خلينا نحكي بجدياً إنه هنا كثير موجودين وبكثرة بالفترة الأخيرة. أكيد. نتمنى أكيد رشا نطلع الشغلات الإيجابية بحياتنا ونعمل ميزان كثير حلو والجو دائماً إلى رب العالمين. شكرا لك دكتوره وبقيت النهار حلو. شكرا دكتوره، شكرا لهالطاقه الحلوه حبيبه قلبي، وانت كمان وفاء. شكرا لك.